ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أربع علاش وصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وبعد. إن شاء الله نتكلم النهاردة عن آية الكلالة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. دي آخر آية في سورة النساء. وهناك آية أخرى تتحدث أيضا عن الكلالة، آية 12 في سورة النساء، وهي قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. إزاي نوفق ما بين الآيتين؟ والآية دي تتحدث إن الرجل، الآية 12 تتحدث إن الرجل والمرأة زي بعض بالظبط، بياخدوا ده السدس وده السدس، ولو فيه تلت بياخدوا شركاء بالسوية. أما الآية دي بتتكلم فللذكر مثل حظ الأنثيين. تعالى والأول نعرف، قبل ما نتكلم نعرف فوق خالص عن أنواع الإخوة. أنواع الإخوة، الإخوة أي حد له ثلاث أنواع من الإخوة: إما إخوة لأب، وإما إخوة لأم، وإما إخوة أشقاء. الإخوة الأشقاء معروفين إن الأب والأم بيكونوا واحد، أب وأم واحد. فهنا مثلا فاطمة دي الأم، فاطمة هذه اتجوزت محمد ده الأب، فخلفوا سوسن وإبراهيم، دول إخوة أشقاء. ليه إخوة أشقاء؟ لأن الأم والأب واحد. وهنا برضو فاطمة وموسى، فاطمة تزوجت موسى برضو خلفوا خديجة ويوسف، فإخوة أشقاء برضو. ليه؟ لأن الاثنين زي بعض، أو الاثنين من أم واحدة، لأن خديجة ويوسف من أم واحدة، صالح وصالحة برضو من أم واحدة. يبقى الإخوة الأشقاء هو الأب والأم يكونوا واحد. طيب الإخوة لأم، الإخوة لأم الأم واحدة ولكن الأب مختلف. إزاي؟ فاطمة هنا تزوجت بمحمد وخلفوا سوسن وإبراهيم، محمد ده مات اللي هو الإيه؟ الأب. فضل سوسن وإبراهيم، بعد كده ما مات الأب، فاطمة تزوجت بموسى بعد ما انقضت عدة، تزوجت بموسى فخلفوا خديجة ويوسف، فأصبح سوسن وإبراهيم وخديجة ويوسف إخوة لأم. ليه إخوة لأم؟ لأن الأم واحدة ولكن الأب مختلف. طيب الأب اللي هو موسى دوت كان متجوز دعاء، فخلف صالح وصالحة. إذن صالح وصالحة وخديجة ويوسف دول إخوة الأب. ليه إخوة الأب؟ لأن الأب واحد والأم مختلفة. الخلاصة إن لما يكون الأب والأم متحدين ويخلفوا أولاد يبقى اسمهم إخوة أشقاء. والإخوة الأشقاء بيسموا في اللغة العربية بنو الأعيان، يسموا بنو الأعيان. طيب الأم واحدة ولكن الأب مختلف، الولاد بيسموا أخوة لأم. والإخوة الأم في اللغة العربية يسمون الأخياف، الأخياف. الإخوة الأب لما يكون الأب واحد والأم مختلفة بيسموا في اللغة العربية علات. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يبقى كده احنا عرفنا أنواع الإخوة. تعالوا هنا